أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي. هل تساءلتم يوما ما هي مساحة فناء المدرسة مستطيل الشكل؟ هل فكرتم يوما ما مساحة شباك المنزل مربع الشكل؟ هذا ما سنتعرف عليه بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بكم من جديد. سنتعرف وإياكم اليوم أعزائي الطلاب والطالبات على مساحة المستطيل والمربع. فنجد في البداية مساحة المستطيل، ومساحة المستطيل لها قانون يقول الطول في العرض، والطول يرمز له بحرف اللام والعرض يرمز له بحرف الضاد. فنجد أن ميم وهي تمثل المستطيل أو مساحة المستطيل تساوي لام وهي تمثل الطول ضرب ضاد وهي تمثل العرض. ننظر إلى هذا المثال. بمناسبة اليوم الوطني للمملكة تم في ثانوية السليمانية بالرياض رفع علم للمملكة بلغ طوله 45 مترا وعرضه 30 مترا. السؤال: ما مساحة ذلك العلم؟ ذكرنا قبل قليل أن مساحة المستطيل تساوي المساحة تساوي الطول في العرض. إذن القانون يقول ميم وهي تمثل المساحة تساوي الطول ويرمز لها بحرف اللام ضرب العرض ويرمز لها بحرف الضاد. فنجد أن طول ذلك العلم 45 مترا، إذن 45 ضرب العرض في 30 مترا، وهذه هي المسألة أمامنا. ميم تساوي 45 ضرب 30 والناتج يكون 1350 مترا مربعا. إذن مساحة العلم الذي نشاهده أمامنا يساوي 1350 مترا مربعا. أوجد مساحة المستطيل المجاور. كما ذكرنا قبل قليل أن الطول ضرب العرض، ميم تساوي الطول في العرض، إذن ميم تساوي 12 سنتي مترا ضرب 8 سنتي مترات، وبذلك يظهر الناتج أمامنا أن المساحة تساوي 96 سنتي مترا مربعا. أوجد مساحة المستطيل المجاور. إذا كان طوله 26 كيلومتر وعرضه 3 كيلومترات، إذن الطول في العرض الميم تساوي الميم وهي ترمز للمساحة تساوي 26 وهو يمثل الطول ضرب 3 كيلومترات وهي تمثل العرض، والناتج يكون 78 كيلو مترا مربعا. إذن مساحة هذا الشكل الذي أمامنا أو هذا المستطيل الذي أمامنا تساوي 78 كيلو مترا مربعا. الآن نذهب إلى مساحة المربع. قانون مساحة المربع يقول ميم تساوي سين ضرب سين وهو الضلع في الضلع أو سين تربيع أو سين أس اثنين. لدينا هذا المثال يقول في الشكل المجاور يمثل جزءا من حديقة عامة، وهذا الجزء على شكل مربع، أوجد مساحته.
إذا كان طول الضلع هذا الذي أمامنا 90 مترا، فالقاعدة تقول المساحة تساوي سين تربيع. إذن 90 وهي قيمة سين تربيع تساوي 90 ضرب 90، وناتج المساحة سيظهر أمامنا وهو 8100 مترا مربعا. إذن مساحة المربع الذي نراه أمامنا يساوي 8100 مترا مربعا. أوجد مساحة المربع المجاور. كما ذكرنا قبل قليل أن سين ضرب سين أو سين تربيع المساحة تساوي 15 تربيع أو تساوي 15 ضرب 15، والناتج يكون المساحة تساوي 225 سنتيمتر مربع. لدينا هذا المثال يقول أوجد مساحة المربع المجاور. نلاحظ أن طول الضلع 11 وطول الضلع الآخر أيضا 11، إذن جميع الأضلاع قياسها 11 مترا. القاعدة تقول أن المساحة تساوي سين تربيع. إذن المساحة تساوي 11 تربيع وتساوي 11 ضرب 11، والناتج يكون 121 مترا مربعا. وسهلا بكم من جديد. وردنا سؤالا لموضوعنا لهذا اليوم. السؤال يقول متى أستطيع إيجاد مساحة أي شكل مستطيل أو مربع؟ نقول أننا نستطيع إيجاد مساحة أي شكل مستطيل أو مربع إذا عرفنا قياس الطول والعرض، فبذلك نستطيع إيجاد مساحة أي شكل أمامنا يمثل مستطيل أو مربع. وبهذا نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. آملين أن نلتقي بكم في دروس أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.